السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا شرح عن التسميد ما قبل الزراعة، وده مهم جدا جدا، خاصة في محصول الذرة الشامية. الغالبية هنا من المزارعين بتغفل عنه، ليه ما تعرفش، وفي الآخر يقول لك الزرع أو المحصول الذرة ما جابش إنتاجية كويسة. طبعا هنا نبص على الشغل المطلوب مننا في عامة الزراعات وعامة الأراضي يعني، بس هنا بتكلم الغالبية على الأرض الطينية، الأرض القديمة. طبعا السباخ البلدي ده ألف به معاك. السباخ البلدي 30 متر مكعب، خمس مقادير، يعتبر المقطورة تعمل حوالي 5 متر مكعبين، يعني محتاجين الفدان 30 متر مكعب. وفي حالة عدم وجود سباخ، بس ده المفروض يعني أساسي، في حالة عدم وجود سباخ هزود في الجبس الزراعي 5 طن، يبقى 10 طن بدلا من 5 الوضع الطبيعي. جبس زراعي هخليهم 5 تاني، يبقوا 10 طن مع 4 شكاير سلفات النشادر في حالة عدم وجود سباخ بلدي. بعد كده من التسميد السوبر الفوسفات 200 كيلو، نصرا في الفدان اللي هو سوبر فوسفات الكالسيوم او ما يعادلها من الاسمده الفوسفاتيه الاخرى. بعد كده معانا تسميد البوتاسي، ده كله قبل الزراعه، كله قبل الزراعه. بعد كده التسميد البوتاسي يضاف بمعدل 50 كيلو للفدان من سماد سلفات البوتاسيوم 48%. وبعد كده معانا اشكرتين كبريت زراعي محبب، الناس غافلين عنه دي. هو المفروض انت لو حاطط اشكرتين في التسميد المحصول الشتوي، حط اشكرتين معاك في المحصول الصيفي. واكرر على الكبريت الزراعي المحبب، عشان في ناس كتير مكلماني من الوادي الجديد وقالت لي ابعت لي البرنامج خاصة لمعالجة نسبة الملوحة، مهم جدا هو والجبس الزراعي، خاصة عشان نسبة الملح العالية إذا كانت في التربة أو إذا كانت في مياه الري. بعد كده أبدأ أنصر أوزع الحاجة دي بالتساوي على الأرض في الفدان، وأبدأ بعد كده أحرت حرتة أو حرتتين. اللي وصلنا لنهاية الفيديو، وبرضو أكد تاني استفسار أو أي سؤال، ده بيهمني جدا وبيعدل منينا، وبرضه ايه بننور بعضنا، كلنا بنكمل بعض. اتركوا في التعليق، ولا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الجديدة، دي من اهم الملاحظات. برضه والسباخ برضه ارجع وانوه تاني، يا ريت تكون رطبة، تكون فيها نسبة رطوبة، مش انا اجيب تراب واحطه على تراب، ما ينفعش تراب على تراب، هي مش هستفيد منه الارض او النبات. ضروري يكون السباخ فيه نسبة رطوبة، ضروري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.